الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. النهارده ان شاء الله هنتكلم في فيديو سريع كده كقرايه للمحاضره بتاعتنا اللي هي اخر محاضره في الفسيولوجي، اللي هي محاضره الكيميكال ترانسميشن. اتفقنا مع بعض في المحاضره ان الكيميكال ترانسميشن معناها ترانسميشن يعني نقل، وكيميكال يعني ماده كيميائيه، يعني في ماده كيميائيه بتبدا تتحرك. فاتفقت معاك ده كده كانه عصب وده عصب تاني، وهنا مثلا الاورجان اللي انا هبدا اشتغل عليه باعتبار ان انا سمباثيك او بارو، فيبقى في اكتر من عصب زي ما احنا عارفين، وما بينهم جانجليون. اللي قبلها كان اسمه بري جانجليونيك، واللي بعدها اسمه بوست جانجليونيك. فعلشان ده يبدا يشتغل او البوست جانجليونيك يبدا ياخد الاشاره من الاول، لازم الاول ده يدي له حاجه، يقوم حادف له حاجه. فالحاجه اللي بيحدفها له دي هي اسمها نيورو كيميكال سابستنس، او كيميكال سابستنس زي ما هنشوف اسمها دلوقتي. فعلشان كده سمينا المحاضره كيميكال ترانسميشن، يعني في ماده كيميكال بتبدا تتنقل ما بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك، وكمان ما بين البوست جانجليونيك وما بين الانرفيتد اورجان او الاورجان اللي هنبدا نشتغل عليه. فده اللي قاله لك هنا الكيميكال ترانسميشن، اللي انت بتبدا تعمل ترانسميشن عند الجنكشن ما بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك نيورونز، يعني اعصاب، وكمان ما بين البوست جانجليونيك وما بين الاوتونوميك افكتورز او الاورجان اللي في الاخر. فعلشان اي واحد يشتغل لازم في النهايه بتاعته يدي اشاره للي بعده، ويدي له اشاره دي عن طريق ماده كيميائيه. والماده الكيميائيه اللي بتتنقل اللي اسمها الكيميكال ترانسميتور هي حاجه من اتنين، يا اما ماده اسمها الاستايلكولين، يا اما ماده ثانيه اسمها النور ادرينالين او النور ابنفرين. طيب كل حاجه علشان تبدا تتنقل، لو رجعت للصوره علشان انقل ماده من هنا من البوست جانجليونيك للاورجان، سواء استايلكولين او نور ادرينالين لازم يبقى ليها مستقبل او ريسبتور. فاي ماده لو انا هطلع استايلكولين فلازم يبقى ليها استايلكولين ريسبتور، لو هطلع نور ادرينالين يبقى انا ليا نور ادرينالين ريسبتور. طيب الريسبتور بتاع الاستايلكولين سميناه استايلكولين ريسبتور، او بنسميه الكولينرجيك ريسبتور، مهم الاسم ده وبننساه كلنا. الكولينرجيك ريسبتور هو مستقبل الاستايلكولين، ولو مستقبل ليه النور ادرينالين او كمان الادرينالين بنسميه ادرينرجيك ريسبتور. يبقى الماده اللي هتطلع يا اما ادرينالين نور ادرينالين يا اما استايلكولين، والمستقبل لو الاستايلكولين يبقى استايلكولين ريسبتور او كولينرجيك، ولو النور ادرينالين يبقى اسمه ادرينرجيك ريسبتور. طيب الاستايل كولين مش بتيجي لوحدها، لا دي بتيجي ومعاها ماده ثانيه اسمها ماسكارين، فبنسمي الريسبتور اسم ادق شويه ماسكارينك ريسبتور، او جايه ومعاها نيكوتين فبنسميه نيكوتينك ريسبتور. طيب والادرينرجيك اللي هي بتاعت النور ادرينالين او الادرينالين بنقسمها الالفا اند بيتا. تقسيمه صعبه شويه بس هوريها لك من السبوره اللي احنا رسمناها في الحصه، الموضوع هيبقى اسهل كتير. طيب ده كده الشكل عندنا، ده كده السوماتيك نيرف فايبر. كنت بقول لك في الحصه لو بصيت معايا كده على الرسمه الرسومات دي مثلا، ده كده السباينال كورد، العصب اللي طالع. لو انا هنا السوماتيك رايح لسكيليتال مسل، فانا طالع على طول 1 نيرون للتارجت اورجن، فهنا هتطلع ماده كيميائيه واحده بس وفيها مستقبل واحد بس. طيب لو انا بارا سمباثيك فانا هطلع عصب، وبعد كده هروح اعمل ريلي في جانجليا معينه، وطالما انا بارا سمباثيك يبقى طبعا دي التيرمينال او البريفرال جانجليا. اطلع بوست جانجليونيك اروح للاورجن، يبقى انا هطلع مادتين ما بين البري وما بين البوست، وما بين البوست وما بين الاورجن. طيب لو انا هنا سمباثيك هطلع نفس الكلام بري وبوست جانجليونيك، بس الفرق الجانجلي هتبقى لاترال او كولاترال، فتبقى قريبه شويه. طبعا دي نقطه اتكلمنا عنها، البري جانجليونيك في البارا سمباثيك بيبقى طويل زي ما انت شايف، والبوست بيبقى شورت، انما هنا العكس. طيب فجيت الرسمه دي وجيت رسمتها لك نفس الموضوع، بس رسمتها لك بنظام شويه، ان انا هنا لو سوماتيك هو عصب واحد بدا يتحرك من البدايه للنهايه ورايح للسكيليتال مصر. الباروسمباثيك فيه عصبين، الازرق ده العصب الاول وده العصب الثاني، الاول ده البري جانجلينك وده البوست جانجلينك، ده البري وده البوست جانجلينك. طيب انا دلوقتي قلت لك ما بين السوماتيك عشان يبدا يتحرك ويروح سكيليتال مصر لازم يطلع ماده كيميائيه. طب ايه الماده اللي هيطلعها؟ بص بص، اول عصب يقابلك من غير ما تفكر، يعني اول عصب في الرسمه دي، ده اول عصب، ده اول عصب، ده اول عصب، على طول الماده اللي بتطلع استايل كولين من غير ما تفكر، استايل كولين. والمستقبل انت قلت لي يا اما ماسكارينك يا اما نيكوتينيك، على طول المستقبل بتاع اول ماده نيكوتينيك. يبقى من غير ما تفكر كده معايا، اول ماده على طول بتطلع استايل كولين والريسبتور نيكوتينيك، استايل كولين نيكوتينيك، استايل كولين نيكوتينيك. يبقى هم كلهم بالشكل ده اهو، اول حاجه استايل كولين نيكوتينيك، استايل كولين نيكوتينيك، استايل كولين نيكوتينيك، وهكذا. طيب تعالى وريني كده من الرسمه دي، استايل كولين نيكوتينيك ريسبتور، استايل كولين بري جانجلونيك باراسمباثيك نيكوتينيك، استايل كولين بري جانجلونيك سمباثيك نيكوتينيك، وكمان الادرينا المضله بيجي لها بري جانجلونيك استايل كولين نيكوتينيك. يبقى دي ثابته معاك قاعده في اي حاجه. طب بعد كده هطلع بوست جانجلونيك، اتفقت معاك الباراسمباثيك بيعشق الاستايل كولين، فهو طلع استايل كولين هنا كبري جانجليونيك، وما اكتفاش بكده، ده عند البوست جانجليونيك والاورجن طلع برضو استايل كولين، ولكن بما انه بيعشق الاستايل كولين فعايز يعرف كل حاجه عنه، فهنا شاف الريسبتور اللي اسمه نيكوتينيك، قال هنا لما اغير واشوف الريسبتور الثاني اللي اسمه الماسكارينيك ريسبتور. يبقى بالتالي الماسكارينيك هنا موجود فين؟ في البوست جانجليونيك بارا سمباثيك اهو، لانه كاستجابه لاستايل كولين. طيب لحد دلوقتي ما قلتش نور ادرينالين يبدا يظهر دلوقتي عند السمباثيك، هو بيعشق النور ادرينالين والادرينالين.
فكبوست جانجليونيك سمباثيك يقوم النور ادرينالين طالع ولسه قايل لك هيستقبل بواسطه حاجه اسمها ادرينرجيك ريسبتور يا اما الفا يا اما بيتا. والادرينال مضلع عارفينها من السمباثيك لما تشتغل بتطلع الادرينالين 80% نور ادرينالين 20% اللي هما الاثنين مع بعض بنسميهم كاتيكولامين. سواء ادرينالين او نور ادرينالين يبقى هتستجاب مين او هتستقبل مين؟ ادرينرجيك ريسبتور اللي هما الالفا والبيتا. طيب بس في استثناء عندنا من القاعده بتاعتنا، كل السمباثيك تمام مفيش مشاكل بينطبق عليه القاعده دي ما عدا السمباثيك اللي رايح للبلود فيسلز بتاعت السكيليتال ماسلز والسويت جلاند، دولت بناخدهم من هنا وبنحطهم اكنهم باراسمباثيك. تاني السمباثيك اللي رايح للسكيليتال ماسل والسويت جلاند اكنهم نفس الباراسمباثيك، يعني يطلع ستايل كولين نيكوتينيك ستايل كولين ماسكرين. فده كده كان كل الحصه كلها كانت عباره عن الرسمه دي لو انت فهمتها خلاص. فعندك ده اهو السوماتيك اهو ده طالع في الاول، العصب هو عصب واحد استايكولين نيكوتينيك سكيليتال ماسل عند النيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليد. هنا بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، في الاول انا هنا ده باراسمباثيك، في الاول استايكولين وفي الاخر استايكولين، بس في الاول نيكوتينيك وفي الاخر ماسكارينيك. طب هنا سمباثيك بري جانجليونيك بوست جانجليونيك، هنا استايكولين نيكوتينيك، اول قاعده خلاص عرفناها، ولكن بعد كده نور ادرينالين وهيستجاب بالالفا اند بيتا ادرينرجيك. طب هنا الادرينال مضله بدات تجيلها بري جانجليونيك نفس الكلام استايل كولين نيكوتينيك، ولكن بدا يطلع منها ادرينالين 80% ونور ادرينالين 20% وتستقبل بواسطه مين في الاخر؟ بواسطه او اللي هي الالفا اند بيتا ادرينرجيك. طيب فاتفقت معاك ده كده بالنسبه للريسبتورز اللي عندنا اهو ده كده الاشكال بتاعتنا، اتفقت معاك دي في الاول لكن هنا في السباق، فكل واحد بيمسك حاجه ويسلمها اللي بعده، يمسك ويسلمها، وده لازم يمسكها، يبقى ده لازم عشان يشغل اللي بعده يديله حاجه اللي هي الكيميكال ترانسميتر، ولازم الثاني يبدا يستقبلها يبقى لازم يبقى ليه ريسبتور. طيب فهو ده كده بالنسبه للرسومات بتاعتها. طيب تعالى نبدا نتفق مع بعض، كل الكلام بقى اللي مكتوب هنا هتلاقيه نفس الكلام، يعني بيكرر لك نفس الكلام، كيميكال ترانسميشن سايكلين موجوده فين والنيكوتين وكده، فعرفناها. طب بالنسبه للاستايكولين والنيكوتين لو جينا دققنا شويه كده في الصوره، رسمت لك قلت لك الكيميكال ترانسميتور زي ما استايكولين يا اما نور ادرينالين، استايكولين اختصاره اي سي تي اتش، اي سي اتش نور ادرينالين نور ابنفرين، الاستايكولين بيعشق الباراسمباثيك او بيحبه، انما نور ادرينالين تبع السمباثيك. ريسبتور الاستايكولين يبقى اسمه استايكولين ريسبتور او كولينرجيك ريسبتور، النور ادرينالين يبقى اسمه ادرينرجيك ريسبتور اللي هو الفا اند بيتا هتكلم عنها دلوقتي. خليني دلوقتي في الاستايكولين ريسبتور، قلت لك يجي استايكولين ومعاه ماسكارين فساعتها هنسميه ماسكارينيك ريسبتور او ام ريسبتور، يا اما استايكولين ومعاه نيكوتين فهنسميه نيكوتينيك ريسبتور او ان ريسبتور. لو ماسكارينيك ريسبتور بنختصره بام، ودولت عددهم 5 من 1 ل5 اللي يلزمنا في الاوتونوميك او ليه اوتونوميك تارجت هو ام 2 وام 3. طب ام 2 موجود في القلب، ام 3 في السموس ماسل وفي الجلاند. انت دلوقتي باراسمباثيك صح؟ مش انا هنا استايكولين يعني باراسمباثيك تمام. فام 2 اللي موجود في القلب هيعمل اكشن باراسمباثيك، ام 3 في سموث ماسل باراسمباثيك. طب الباراسمباثيك كان بيزود ولا بيقلل نشاط القلب؟ لا بيقلل نشاط القلب. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك ويتش ريسبتور ريسبونسبل فور ديكريز الهارت ريت، مثلا ديكريز مش عارف الكارديك اوتبوت، ديكريز الكونتراكشن اوف ذا هارت، يعني يقلل اي حاجه بالقلب، يبقى ده باراسمباثيك، يبقى تبع الاستايكولين وام 2 هو اللي في القلب. ام 3 في السموس ماسل او الجلاند، اتفقنا الباراسمباثيك بتاع الراحه بتاع الهضم، فكان بيجي على السموس ماسل بيعمل فيها موتور او كونتراكشن عشان تبدا تنزل الاكل، وبيعمل في الجلاند سكريشن. يبقى لو قال لي ويتش ريسبتور ريسبونسبل فور موتور او كونتراكشن للسموس ماسل او سكريشن للجلاند، يبقى ده اكشن، هسال نفسي ده سمباثيك ولا بارا، يبقى تبع الاستايل كولين، يبقى انا فكرت يا اما ماسكارينيك يا نيكوتينيك، واللي قال معايا في السموس ماسل هو الام 3. ده بالنسبه للماسكارينيك. فعندك لو جيت قريت هنا نفس الكلام اهو، ماسكارينيك ونيكوتينيك، نيكوتينيك عباره عن نيكوتين وعباره عن استايل كولين. عندك هنا الماسكارينيك ماسكارين واستايل كولين، وقلنا من ام 1 ل 5، ام 2 و3 دول ليهم اوتونوميك، ام 2 في القلب هيعمل انهبيشن هيقلل القلب الهارت ريت وكده، ام 3 في السموس ماسل يعمل موتر كونتراكشن، وفي الجلاند يعمل سكريشن. خلصت يا باشا كده، انت خلصت الجزء الخاص خلصت الجزء الخاص بتاع الاستايل كولين. تعال بقى بعد كده دخلنا على النقطه الثانيه اللي هي الادرينرجيك ريسبتور. ادرينرجيك يبقى هتستجيب لمين او لمين؟ ادرينالين او نور ادرينالين. فعندنا قسمناها الالفا ادرينرجيك وبيتا ادرينرجيك، وخدتها على جنب هنا قلت لك ادي الادرينرجيك هتستجيب للنور ادرينالين والادرينالين. طيب ولكن هنا انت قلت لي في الفا وفي بيتا تمام، الالفا ده ريسبتور خاص لوحده والبيتا ريسبتور تاني، والاثنين بيستجيبوا الادرينالين ونور ادرينالين، ولكن الالفا بيحب النور اكتر، الالفا ريسبتور الفا ادرينرجيك بيحب النور ادرينالين اكتر من الادرينالين. طيب انما البيتا ريسبتور بيحب الادرينالين اكتر، يبقى تاني عشان مهمه النقطه دي، الالفا بيحب النور والبيتا بيحب الادرينالين. طيب اتفقت معاك سواء الفا او بيتا ادرينرجيك هم هيستجيبوا الادرينالين ونور ادرينالين، هنقسمه الالفا 1 والفا 2، وده هنقسمه البيتا 1 وبيتا 2.
ولكن المشترك في كل الكلام ده ان دولت سمباثيك ولا ورا سمباثيك، لان دولت نور ادرينالين ريسبتور، البارا ده الاستايكولين خلص، انما هنا سمباثيك، يبقى كل حاجه هنا سمباثيك. اهم واحد فيهم هو البيتا 1. البيتا 1 هو اللي بيجي على طول في الامتحان، وده موجود في المص... في ال... في العضله بتاعه القلب. طالما موجود في القلب هيعمل ايه؟ اسال نفسك هو ده سمباثيك ولا بارا. والله هو لو استايكولين يعني ماسكارينك يبقى بارا، انما لا ده ادرينرجيك يبقى سمباثيك، يبقى هيزود ولا هيقلل نشاط القلب؟ هيزود نشاط القلب، يبقى مهم وبتيجي في الامتحان على طول. which receptor responsible for increase the heart rate force of contraction ايا كان، يبقى بيتا 1 ريسبتور. طيب بيتا 2 ده موجود في السموث ماسل. طب يا عم مش ده كان في السموث ماسل؟ اه بس ده بارا سمباثيك، كان بيلها موتور، انما ده عباره عن سمباثيك فعملها ريلاكسيشن او انهبيشن. يبقى قال لك ويتش ريسبتور مسؤول عن الريسبونس فور ريلاكسيشن او انهبيشن في السموث ماسل بتاعت الجي اي تي مثلا، ده اكشن سمباثيك صح، يبقى هفكر في الادرينرجيك، وده بيتا 2 هو اللي موجود في السموث ماسل. الفا 2 بس النقطه تعرفها، هو مسؤول عن نيجاتيف فيدباك للنور ادرينالين، بما ان هي النور ادرينالين اكتر في الالفا، فده بيتحكم في النور ادرينالين، لو زاد يقلله لو قل يزوده، ده اللي هو مهمية. الفا 1 موجود في مكانين، المكان الاول في السموث ماسل شبه البيتا 2، ولكن بما ان يعني السموث ماسل موجودة في مكانين، البيتا 2 هو متخصص ليها بس، فتأثير البيتا 2 على السموث ماسل اقوى من تأثير الالفا 1 على السموث ماسل. والتأثير الاهم للالفا 1 ان هو بيبقى موجود في البلاد فيسلز، وانت كسمباثيك بتعمل فازو كونستريكشن ولا فازو دايليتيشن؟ لا طبعا فازو كونستريكشن. يبقى من الاخر كده هيجي لك سؤال هنا زي يقول لك ويتش ريسبتور ريسبونسبل فور فازو كونستريكشن اوف بلاد فيسل، هتسأل نفسك الاول هل ده سمباثيك ولا بارا؟ الاكشن اللي انا قلته سمباثيك، يبقى هفكر في الادرينرج، لقيته بارا هفكر في الماسكارينيك او النيكوتين. انت قلت لي فازو كونستريكشن يبقى سمباثيك، يبقى ادرينرج، يا اما الفا بيتا يا اما الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2، فازو كونستريكشن ده بتاع الالفا 1، طب القلب يبقى بيتا 1 وهكذا. فكده الرسمه دي خلصت لك الدنيا، قلت لك الاكسبشن اللي عندنا مهم عشان ما تتلخبطش، سمباثيك البلاد فيسلز اللي رايحه سويت جلاند وسكيليتال مسل، هم سمباثيك في الاكشن لان دول اصلا كاكشن مش في الباراسمباثيك، ولكن شبه الباراسمباثيك في الكيميكال ترانسميترز او الكيميكال ترانسميشن. يبقى كده السبوره دي كده خلصت معاك. يبقى انت هنا لو جيت قريت الكلمتين المكتوبين هتلاقي نفس الكلام كده، الاستايل كولين خلص معاك والماسكارين كنا والنيكوتينك، وده نفس الكلام اللي احنا قلناه. هتبدا تنزل تحت بقى على النور ادرينالين، وده الاماكن اللي موجود فيها او الريسبتور بتاعه النور ادرينالين. اتفقنا هو كان موجود في حتتين بس لو فاكر، فاكر كان موجود فين وكان موجود فين؟ الرسمه كان موجود في البوست جانجليونيك سمباثيك ما عدا الاثنين اللي قلناهم، وكان طالع من الادرينا المضله. يبقى الاماكن بتاعته في البوست جانجليونيك سمباثيك ما عدا اللي رايح سويت جلاند وسكيت المصل وطالع كمان من الادرينا المضله. طيب قسمناهم لك يا باشا ان هم ادرينالين ونور ادرينالين، الفا ادرينرجيك وبيتا ادرينرجيك. الفا هيستجيب للاثنين بس النور اكتر، والبيتا هيستجيب للادرينالين. الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. بعد كده هو قال لك الالفا 1 كل الاكشن سمباثيك، الفا 1 ده كان بتاع مين لو فاكر؟ الفازو كونستريكشن بلاد فيسل، وكان في العضلات بس يعني اقل شويه من البيتا 2. الفا 2 ده كان بتاع الايه؟ النيجاتيف فيدباك. بيتا 1 واهمهم ده موجود في القلب، ده اكسايتيشن لانه سمباثيك يعني هيزود نشاط القلب، بيزود الكاردياك ريت والكونتراكشن والكلام ده كله. طيب بالنسبه بعد كده البيتا 2 قلنا ده في السموث ماسل، وده المسؤول ان هو الاساسي يعني السموث ماسل هو والالفا 1 بس ده اهم، وده بيعمل انهبيشن ليها لان ده الاكشن بتاع السمباثيك. وهنا بيقارن لك ما بين الادرينالين نور ادرينالين. الادرينالين كان بيستجيب لالفا ولا بيتا؟ الفا وبيتا الاثنين، بس مين اللي كان بيستجيب له اكتر؟ البيتا. وبالتالي هنا اي اكشن ليه علاقه بالبيتا هنلاقي الادرينالين تاثيره قوي، يعني مثلا على القلب. مش الادرينالين في الرسم هي عشان ما تتوهش بس من، مش قلت لك الادرينالين هنا اقوى في البيتا صح؟ فلما اقول لك تاثير على القلب هيبقى اقوى الادرينالين ولا النور؟ لا اكيد الادرينالين. طب على السموث ماسل ادرينالين والنور ادرينالين؟ اكيد الادرينالين هيعمل انهيبيشن اكتر. طيب عندك لو بتكلم بقى على الجزء بتاع الالفا، لو بتكلم على البلاد فيسل مين الاقوى الادرينالين ولا النور؟ لا النور ادرينالين هو نيجاتيف فيدباك، مين اقوى؟ النور ادرينالين. فاهم قصدي؟ بس فهو ده باقي الجدول بيتكلم في كده، ان هنا القلب هتلاقي تاثيره قوي لان الادرينالين كان تبع البيتا والقلب تبع البيتا. البلاد فيسل لا، البلاد فيسل ده كان تبع الفا 1، الفا 1 لا يبقى ده التاثير بتاعه قوي اللي هو النور ادرينالين، لان الفا 1 او الفا عامه بتاعت النور ادرينالين. السموث ماسل، السموث ماسل دي كانت بيتا 2 صح؟ بيتا ليها علاقه بالادرينالين اكتر، فده بيعمل انهبيشن اقوى. بيعمل انهبيشن يعالج البرونكيال ازمه، يعني بيرخي العضلات فبيوسع، قلنا بيعمل برونكو دايليتيشن فبيعالج البرونكيال ازمه اللي هي اختناف الشعب الهوائيه عن طريق ان هو بيوسع يعني الشعب الهوائيه. طيب فده بيقول لك اهو نوع طول الادرينالين هاز تو جريت اكستنت مور ميتابوليك افكت زي النور ادرينالين، الادرينالين بيكسر اكتر من النور ادرينالين. ماشي معلومه مش مهمه قوي. طب اتفقت معاك النور ادرينالين، في نور ادرينالين هنا كان طالع من الرسمه دي، كان طالع اصلا من هنا
الادرينال مضله، وفي كان طالع ككيميكال ترانسميتور صح؟ هل في فرق ما بينهم؟ قال لك الاثنين زي بعض في الاكشن، ولكن اللي طالع من هنا ادرينال مضله، بما ان دي جلاند فعارفين الجلاند الحاجه بتقعد وقت على ما تتكسر، فهنا اللي طالع من نور من الادرينال مضله بياخد شويه وقت على ما يتكسر. يبقى ده نفس الكلام، نور ادرينال طالع من ادرينال مضله نفس الافكت اللي طالع كنيرف اندنج، ولكن الاكشن بتاعه بيبقى اطول لانه بياخد وقت على ما يطلع من الدم. ودي النقطه الفاليو بتاع الادرينال مضله، اهميتها انها بتبدا تطلع لك ادرينالين ونور ادرينالين بتطلع من الادرينال مضله، ولكن في نفس الوقت في حاجات ثانيه بتطلع سمباثيك، لان الادرينالين ونور ادرينالين دولت بتوع ستريس، وانا اصلا اثناء ستريس مين اصلا طالع عندي؟ سمباثيك، وبالتالي انا عندي مصدرين اثناء الاستريس سواء سمباثيك او ادرينالين ونور ادرينالين من الادرينال المضله، وبالتالي السمباثيك ده بنسميه دايركت افكت بيطلع يشتغل على طول، انما الادرينال المضله لازم يجي لها اشاره وبعد كده تشتغل وتطلع ادرينالين ونور ادرينالين، فده اندايركت افكت. يبقى عندك هنا الاورجن استيميليتد بطريقتين تو ديفرنت واي، دايركت ده عن طريق السمباثيك وان دايركت عن طريق المضله. طب يا عم هفترض ان الادرينال المضله اتشالت او واحده منهم اتشالت، هل ده هيأذيني؟ لا. ليه يا عم ده اتشالت؟ اه ما في سمباثيك هيعوض الوظيفه، تمام؟ يبقى تو مينز اوف ستيميليشن سبورت، الاثنين بيساعدوا بعض. توتال لوس اوف اثنين ادرينال مضله، لو فقدت الاثنين ادرينال مضله مش هيأثر جامد، ده فيري ليتل افكت على الاكشن. ليه؟ لان انا عندي في سمباثيك ممكن يعوض الكلام ده، لان ده دايركت هيستيل بيرفورم او بيعمل الاكشن بتاعه، وبالتالي هيخليني اتخلص من المشكله اللي انا فيها. اخر حاجه قلنا الحاجات اللي ليها علاقه بالبرين، قلنا السباينال كورد مسؤول عن ميكتوريشن والديفيكيشن، عرفنا المسؤول ميكتوريشن يعني اليورين ينزل او البول ينزل، ديفيكيشن عمليه التبرز او الفيسز او الاسول تنزل، وقلنا المسؤول عنهم الباراسمباثيك لو فاكر. وعندك هنا البرين ستيم مش مهم قوي، بس هو بيتحكم في الارتيريال بلاد بريشر ريسبيريشن هارت ريت، اي حاجه بتحكم فيهم. الهاير كنترول وده الاهم شويه، الهايبوثالاموس سيريبرال كورتكس ريتيكولار فورميشن، قلنا الهايبوثالاموس قسمناها الانتير وقسمناها البوستيرور. طيب بالنسبه للجزء الانتير قلنا ده الاكشنز بتاعته كلها بارا سمباثيك، زي مثلا يقلل الهارت هارت سلونج، هايبوتنشن، سلايفيشن، انكريز الحركه او الموتيليتي بتاع الجي اي تي، يورينيشن ديفيكيشن، انكريز جاستريك سكريشن، كل الكلام ده بارا سمباثيك. فلو سالك مين اللي بيعمله انتيرور هايبوثالاموس ولا بوستيرور؟ انتيرور، يبقى الانتيرور مع البارا سمباثيك. انما هنا البوستيريور يبقى اكيد مع السمباثيك، يبقى هتروح اكشنز سمباثيك زي دايليتيشن في الاي بيو اللي هي الميترياسيس، وايدنج في البالبيبرال فيشل، انكريز هارت ريت، كل دي اكشنز سمباثيك. فازو كونستريكشن هي بس دي قلنا مكتوبه غلط، بروديوس موتور اكتيفيتي، لا ده هنا بيعمل انهبيشن، يبقى انهبيشن للموتور اكتيفيتي بتاعت الجي اي تي، لا بيقلل مش بيزود عشان يبقى سمباثيك. يبقى من الاخر انتيرور بارا سمباثيك، بوستيرور سمباثيك. واخر كلمه قلناها في حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن، اتفقنا معانا في حاجه اسمها البيزل ريت او البيزن تون، يعني حاجه في وضع الريست او حاجه في وضع الراحه سواء سمباثيك او بار. فالسمباثيك بالرغم من ان هو اثناء الاستريتس ولكن اثناء الراحه بيطلع، اثناء الريست بسميه البيزل تون او البيزل ريت، بيطلع بس عشان يتحكم في الارتيريال بلاد بريشر. يبقى من الاخر عشان نقطه الام سي كيو اللي بتيجي هنا يقول لك البيزل تون اوف سمباثيك ده بيتحكم فيه مين؟ الريتيكولار فورميشن. طب البيزل تون اوف سمباثيك يعني السمباثيك لو طلع اثناء الريست هيتحكم في مين؟ في الارتيريال بلاد بريشر. فده كده بالنسبه لي الثلاث السبورات بتاعتنا، وده طبعا شكل النيرف الاستراكشر يونت اوف نيرفس سيستم، وده كان بس دي المحاضره بكل بساطه يعني، اعتقد كده بقت احسن. بس اهم حاجه تفتكر الحته اللي ما بين من الرسمه دي كده، الحته اللي في اخر اللي ليها علاقه بسكيتال مصل ما بين العصب والنيرف اندنج اسمها نيورو ماسكولار جانكشن او موتور اند بليت، واخدناها في الترانسبورت في الاول، كان في شانل هنا فاكرها كانت في الجيتد شانل، فاكر كان في حاجه اسمها جيتد فولتج وليجند او كيميكال جيتد، كان في واحده اسمها كيميكال او ليجند جيتد، يعني مش بتفتح غير ماده كيميائيه، وهي كان المثال بتاعها ساعتها استايل كولين بتاعت الصوديوم جيتد شانل اللي عند حته اسمها نيورو ماسكولار جانكشن او الموتور اند بليت. 18 دقيقة ده إنجاز يعني، فأعتقد كده والله نكمل يوم 20 بقى، فمعلش بقى نحل لنا سؤالين بسرعة. بيقول لك أستايل كولين إز ذا نيورو ترانسميتر أوف أول أوف ذا فولنج إكسبت، يعني أستايل كولين بيطلع في كل ده معدة سويت جراند صح ولا غلط؟ صح. حد هيقول لي إزاي؟ مش قلت لك إن دي إكسبشن من السمباثيتك؟ قلت لك السمباثيتك لو فاكر بيطلع منه كله ما عدا السويت جلاند والسكريتال ماسل دولت أكنهم بره سمباثيتك، فهيطلعوا أستايل كولين صح. ادرينا مضله بتطلع استايل كولين صح؟ اه كان في الاول ادرينا مضله بره سمباثيك ده بيعشق استايل كولين. طب عندك هنا ريكتور باي مصر؟ لا ريكتور باي ده سمباثيك فلا. طب قول بريجان جليونيك من غير ما تفكر، اي بريجان جليونيك هيطلع مين؟ استايل كولين. طيب عندك هنا عشان بس التصوير مش مبين اول حته، بس انا هقرا لك السؤال. ان انكريز في الهارت ريت اند فورس اوف كونتراكشن كان اتشيفد باي بروح. انكريز في الهارت ريت يعني القلب زاد ولا قل؟ زاد. زاد يعني سمباثيك ولا بره سمباثيك؟ يبقى ادرينرجيك ولا كولينرجيك او استايل كولين؟ ادرينرجيك. طب مين اللي كان مسؤول عن القلب؟ بيتا 1 ريسبتور. يبقى 23 هيبقى الاجابه بيتا. ستيميشن اوف بيتا ريسبتور اهو هيعمل لك ايه؟ انت لسه عارف بيتا ريسبتور
ده موجود يا اما بيتا 1 يا بيتا 2. بيتا 2 هيعمل انهيبيشن في العضلات، بيتا 1 هيزود نشاط القلب. فاول واحده تاكي كارديو، يا تاكي يعني سريع وكارديو يعني قلب، يعني القلب هيبقى سريع. ايوه نبض القلب هيزيد وكل حاجه. ديكريز المايو كارديال كونتراكشن، مايو يعني عضله وكارديال القلب، هل عضلات القلب بتقل؟ لا دي بتزيد، يبقى دي غلط. فازو كونستريكشن اوف بلاد فيسل، لا ده الفازو كونستريكشن كان الفا 1، فاكر الفا 1 مش بيتا، هو قال لي بيتا. بيبيلاري كونستريكشن، لا يا عم دي كان اسمها مايوزس ودي اصلا بارس امبثاتيك مش تبعنا خالص. فده بالنسبة للأسئلة، الموضوع بسيط والمحاضرة بتاعتنا محاضرة جميلة، وأتمنى تبقى صوتت شوية، وربنا معاكم.